السلام عليكم. طريقة عمل الشيش طاووق، احنا دلوقتي بنقطع الشيش طاووق قطع مكعبات صغيرة عشان تستوي معانا على النار. احنا دلوقتي الكمية اللي هنعملها حوالي 6 كيلو. وهنا بعد ما قطعنا الكمية اللي احنا عاملينها بنحط البهارات بتاعتها. اول حاجة ملح، بنحط ملح طبعا عشان احنا عارفين الكمية دي بنعملها على طول، فعارفين كمية البهارات المناسبة ليها يعني. تاني حاجة بنحط كمون، ودي كزبرة ناشفة، وبعد كده بنحط بابريكا، ده فلفل احمر بارد، بيديها لون كويس يخلي شكلها حلو. بعد كده بنحط الفلفل الابيض، وهنا بقى احنا حطينا معجون فلفل الحلو اللي هو دبس فلفلة، وهنا بنحط زيت. هنقلبها بقى ببعضها، وهنا هنحط شوية خل، خل حلو عشان خاطر لو الدجاج فيه اي زفارة ولا اي حاجة. وبكده يكون الشيش طاووق معنا جاهز. وده شكله بقى الشيش طاووق بعد ما عملنا منه. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمني وتعمل اشتراك في القناة.